لأن أمامنا 50 منزل على الصراط، كلها راح أذكر لكم إياها. ليس إذا الليلة يتسع الوقت كم دقيقة أقولها، 50,000 سنة على الصراط، 50 عقبة. أول عقبة هي عقبة الصلاة، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة. لكن العقبة اللي تقف على الصراط ولا يجتازها إلا مؤمن هي ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه. 50 عقبة، كل عقبة 1,000 سنة، والسنة 360 يوم، واليوم 50,000 سنة، وكألف سنة مما تعدون. 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا على الصراط 50,000 سنة. لكن اسمعوني يا أحبابي، أنا أنقل ما يقول أهل البيت. للمؤمن هال50,000 سنة تمر على الصراط بكل 50,000 سنة بأسرع من برق العين ولمحة العين، وتعبرون إلى الجنة إن شاء الله. الـ50,000 سنة لأعداء أمير المؤمنين، الـ50,000 سنة للي يدخل الصراط وما عنده ولاية. هذا قارئ القرآن ذكرت اسمه، الآن ما أحب أعيد اسمه. سألوا ولده في مصر، قالوا أبوك قارئ مشهور، شفت أنت رأيته بالمنام؟ قال رأيت أبي واقف عند باب جسر مخيف، الجسر مخيف، تحت الجسر أودية ملتهبة نار ومأخريه هناك. فيقول أنا سألته، قلت له يا والدي ليش أنت متأخر، أنت حافظ القرآن؟ قال والله يا ابني هنا بالباب هذه ما يعبرون له إلا بكتاب موقع من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. وأقول كلمة للي يمكن ما تعجبهم هالخبرية هذه، أقول لهم راجعوا كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي، العسقلاني الهيثمي، الصواعق المحرقة لابن حجر، اقرأوا في هذا الكتاب رواية عن أبي بكر ينقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو بكر يقول سمعت رسول الله، في هذا الكتاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يجوز أحد على الصراط إلا من كتب له علي بن أبي طالب بذلك صكاه.